هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كيسام حبايبي كنا جات لكم مقطع جديد. مقطع جديد شباب، كثير منكم طلب مني اعمل رياكشنات شباب على ريوك، وكثير من الجلادين الاخرين شباب. ليك شباب كان على كثير كثير من الطلب شباب اني اعمل رياكشن على ريوك شباب. طبعا شباب نفس الوقت حبايبي معي التيم تبعي، تعرفون بيشاهدوا دائما بيكونوا معي على البث المباشر، اوكي؟ حسين وكاوا عزيز وعمورة. صحيح شباب. هلو هلا، سامعينك سامعينك. هلو شباب. شباب طبعا كثير منكم ما بيعرف مين هذا ريوك، ومنكم بيعرف. اوكي بدي ابلش بسرعه، ولا تنسوا حطوا زر اللايكات والشيرات على الدجاج حبايبي كلهم. بسم الله لتس جو ستارت. اوكي شباب، اول شيء عبيزه من الطيار جراند ماستر. شو ما بعرف عم بتشوفوا شباب؟ شفتوا الهداد ولا لا؟ بس انتوا ركزوا لي على المونتاج هذا الشيء. مونتاجه عن جد اسطوري. شو رايكم بالمونتاج؟ والله مونتاج احلى من هيك. شوفوا واو شباب. الله، هاي لا وقفوا يا شباب. هاي اسمها وسخنه. هاي شباب بربكم شباب، بس بدي اعطيكم فقره قصيره شباب. ركزوا معي بربكم. سيرفرنا منا شباب زي واحد اربع هيك واقفين بالزبله. شو بيعملوا فيكم؟ احكوا بكل صراحه والله. والله مستحيل. شو هذا يا زلمه؟ اقسم بالله مستحيل تلاقي هيك مونتاج ابو خشب. هاي شنو يا زلمه؟ هاي ما عنا. هاي بحب اقول للشباب، هاي بتصير معنا عنا هون يا شباب. ما بتصير هاي فرج فرج لما البخيل بده هيك فرج. هاي لما المخرج يكون اخوك. المخرج يكون اخوك مو هيك؟ لا عارف. شوفوا شباب، يعني شوفوا شباب كريم. انا صراحه انا كلش احمر. شو هيك شفت كلش احمر؟ ما تصبر. شفتوا كيف نفس المعلم هذا؟ مو فكر هذا مهكر قرينه كله نفس اللقطه. شوفوا الهدات. شوفوا الهدات بس هيك. ما في احمر، بس ما عم شوف شيء ثاني. ها احمر بس، ما بس احمر على المونتاج. ربكم شباب. شو هذول شباب؟ هذول شو عم يعملوا هذول شباب؟ عم يشرب قهوه جنب بعض. انا واقف ورالي حبيبي شباب. عم يحك له شعره الشباب. فهموني مشان الله. شو عم يعمل؟ عم يقص له قصه شعره. كوفر عم زبط له شعراته ولا كيف شباب؟ شوفوا شايفين؟ استنى ليجي مو هيك؟ بس ركزوا لي على المونتاج شباب. يا والله سلام وصل على سيدنا محمد. يا اخي ماكو اصفر. شوف هذا الخول بوتات اللي معه. مالين؟ بس ركز تقولي عن المونتاج كيف. شو معلم؟ قول لي. وين؟ شايف؟ شايف حسين؟ شو معلم؟ بربك عمورة انت بتقدر تعمل هيك بنص البيك وترقص الرقصة بتضرب هيك شتا؟ لازم كله مثل ما مرات عم بقول عم بلعب بالرنكت. عم بقول لا تضربوني لحتى السكواد تبعي يجي. والله بالضبط. شوف القفزات، شوف كيف بلطوت شباب. عم يطلعها لما هذا عنده بالقوة حتى تجي ضربة صفراء. الكل عم يستنى من وراه الكل عم يستنى. يا زلمه لا شوف دمه يا زلمه. ما حدا ضربه ولا ضربه. يا ربي شوف مستطيل. فرج عليه فرج. هذا ثاني عم يعرج. لا حركته سريعه كاوا حركته سريعه. حركه سريعه نعم. بس شو سريعة. يعني تقول معلم مظبط سيناريو. شوف يا زلمه هذا يعني حد ما شافه يعني جاء. لا حبيبي لا شوف شباب الكل عم يستناه اللي يضربه. لا كاوا حركه سريعه. شوف الحركه، شوف حركته. لك ما دخلني بالحركه يا واوي. هذا شوف يا شو يستنى ما يستنى. شوف هسه هذا شوف هذا كمل علي. فرج شوف هذا شو يستنى علي. شو يستنى ما بعرف والله شباب. ما بعرف. اعطونا لكم التعليقات شباب. انا الصراحه هذا الشيء شباب بشوفه بس بالفيديوهات. بشوفه بس باليوتيوب شباب. شوف ولا واحد يضربه ولا واحد معلم. بس هيك مزهريه معلم. مزهريه. شوف شوف كله هذا. شوف 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 هذا. شوف هذا شكله عجبته السرعه معلم. مو هيك؟ ايوه بنظفها قبل ما السرعه. شكله عم يتشمس. شوف هذا معلم.
لا بس لا شوف شوف بس شباب تذكروا لما نلعب رومات لما واحد يفصل عنده النت ايه ايه بالضبط هذا بكون عنده ملعب بكون كلوب فاصل عنده يمكن ايه كمل كمل علي كمل شوف الكمبيوتر بيضرب بس ما يضربونه يا اخي هذا ما يضرب ما بيضربوا لا لا يا اخي ما بعرف هذا يمكن معلم ما بيشوفه يمكن بس ها شوفوا السكين شباب سكين قديم هذا سكين نادر هذا شوفوا شوفوا السكين شايفينه بس سيفر سيفر تبعيته بالتوكن هذا مونتاجه حلو بس مونتاجه مونتاجه معلم اسطوري اسطوري نار 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 مو حقيقه مو حقيقه معلم مونتاج وتعبان عليها بس مو حقيقه شوف هالشيء غاز شوف برا معلم بوتات يلا بوتات هاي بوتات معلم بوتات صدقوني شباب ما بنشوف هيك شيء الزلمة بتدفى ما بتصور بالرانكيد ولا بالكلاسيك معلم ما بعرف هذا بشو بصور بس ها هي في قدامه جراند ماستر معلم مثل ما انت شايف شوف الجراند ماستر جراند ماستر شوف شوف علي ايدا 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 شوف هاي شو عم تعمل هاي هاي معلم يمكن ما بعرف تيم التيم 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 ما معلم سيدي ذا جراند ماستر يا زلمة عنده ميك جراند ماستر شوف حلو بس هو بيقلبها حسين بيقلبها بالعكس اللي برونز جراند ماستر شوفوا 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 شو عم بيصير بالشاشة معلم شوفوا المونتاج عم بيصير معلم يعني المفروض بهاي حركته يجيب اصفر يعني مو حقيقة شوف شوف سكوادين معلم عليه وهذا ما ضرب هذا طب ايش هذا ما ضربه فهموني مشان الله هذا ليش بكره عم بضربه هذا شوفوا هذا ماشي هذا ليش اشتركوا هذا يعني شباب هذا الجيم لا عم يقول له لحتى يجي دورك لا يا زلمي لا اللي فوق شوف 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 هذا لاعب سكن شوف 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 هذا شوف على السكنات اللي لابسه سعيد عيد السكنات شوفوا فاير باس ثاني شوفوا هاللقطه شوفوا هاللقطه شوفوا اللقطه شباب شوفوا ركزوا على اللقطه شوف 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 بيم عنده فاير باس ثاني هذا وسكناته بوم بس والله شوف الصراحه المونتاج شباب المونتاج اللي عم يخليني ابقى الصراحه شباب المونتاج شوف يعني هيك رعد ومرات هو يخليك تبقى تتفرج فهمت علي انا هذا المونتاج يعني الاسطوري بيتعب كثير على المونتاج هذا الشاب فهمت علي بيست يعني مش مرتب بعرف مونتاج مونتاج بيته تاجي شباب صراحه يعني شوفوا ايه؟ شوف شوف يا زلمه عم تعمل مونتاج لو مين ما كان واحد في كتير شباب يوتيوبيري بيعملوا مونتاج حلو في شيء حقيقة فيها انت عم تعمل مونتاج كل عم تساوي عم تقول لهم انت وقف هون انت وقف هون انت وقف هون بس بيجي بضربكم هيد شوت وخلص بعمل مونتاج هذا مو حقيقة هذا اسمه مونتاج بيت والله بصراحة يعني أقولكم لك لا انا بقول لك لا لا شوف انت شوف اللعيبه اللي قدامك الالوان عم بقصد والله كلهم الالوان يعني من اول فيديو لهلا هلا نفس التصميم شوف نفس المونتاج عادي طبعا شايف في عندنا هون كوا لاي في معارض شوف شوف كل الثلاث شغلات نفس الشغلات بيطلعوا اوكي ايه صح ولا لا إيه بس جديد هذا يا كاوا ما شايفين احنا انه ما شايفين ليش اللقطه هي هي الحركه هي الحركه شوف هالحركه شباب ربكم هالحركه شو هي وهي الكهرباء بس بيجي على او شوف ثلاث مرات او عليه او على السلاح او على الزوم شو بيعمل هذا شو بيعمل هذا هذا شو واقف هذا معلم هذا مش برجيله يمكن ما بعرف شو عندهم يشربوا شو معلم هذا شو اي سيرفر يلعب هذا تايلندي يا زلمة سيرفر حارتنا أقوى منه شو هاد شوف العالم اللي قدامه كله سيرفر حارتنا أسرع سيرفر حارتنا يا زلمة شوف شوف شرفك شوف الناس اللي قدامه تركك من الشاب تركك من المونتاج شوف الناس يعني معقولة متفق معهم يا زلمة أبو حلب الطبل أبو حلب الطبل بيلعب متفق معهم يا متفق معهم والله لبلهم شوف يمكن يمكن يعمل رومات مشان يعمل هذول واقفين عيد عيد علي هذول هو في شام يعملوه دولي عم بيشربوا شاي شام يعملوه شوف شوف شام يعملوه شوف 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 هذول شام يعملوه هاي شو اسكن هذا شو ها شوف شوف ايوه اقسم بالله شو ها شوف السيرفر تبعهم ولا واحد بيشغل كريستيانو ما سبحان الله شوف 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 ولا السيرفر الاسطوري احنا وين هون احنا قبل لا تضرب طلقه بيكونوا مشغلينه ومحضرينه من قبل ساعه وينك يا معلم وينك يا فرج 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 فرج
شوف شوف بيرقص لك قدامه أيوة معلم عم بقعد عم يرقص لك قدامه معلم شوف تعال فوز قدامي تعال خلي يجي قدام قدام اي واحد منا خليه يرقص خليه يرقص معلم عم يرقص معلم مبسوط على حاله يعني شوف هذا بيعبي دم عم بيتعامل كله بس بيعبي دم انت اضربه دمه صفر اه دمه صفر يا اخي والله بعرف شو بدي اخذ بصراحه حبايبي اوكي في اشارات استفهام كثير بس ما شاء الله يعني في اشارات استفهام بشوف شوف خيط خلاص صلخته شباب مونتاج حلو مونتاج ما عليه شوف هذا دبل فيكتور ما اعرف لا حلو دبل فيكتور يا الله هذا دبل فيكتور معه انا ما دبل فيكتور يا الله تبعه شباب شوف شوف معه دبل فيكتور وما قتله خلينا نقرب شوي نشوف اخر الاخره عشان ما نطول عليكم حبايبي شو بدها شو بيعمل هي شوف اخر لقطه له تيم ها اوكي عارض بستعمل اوكي الله اوكي يا شباب الله عليك الله شباب انتهى انتهى المقطع شو 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 ها والله انا بالنسبه لي اعطوني لكم يعني... اعطوني لكم الصراحه اعطوني لكم اعطوني لكم شباب الشيء السلبي والايجابي بدك تقييمي بدك تقييمي علي تفضل تقييمي 1 من 10 بس على المونتاج 1 من 10 على المونتاج اوكي لا تعبان تعبان على ما تمام شباب شباب يعني صراحه المونتاج ولا حركات لا بس مونتاج بس مونتاج إيه بس علي كلياته نفس المونتاج نفس الحركات كله نفس المونتاج نفس الشغلات اي بس اكاوا شيء جديد هذا المونتاج يعني بعطي لا لا بشوفه دائما لا في واحد ما نشوفه احنا هذا المونتاج في واحد لا هو اخذ من عنا انا بعرف مين مساوي هذا الشيء واخذ من عنا اوكي ممكن اوكي ممكن كاوا شباب ممكن هيك يقول اوكي شباب حبايبي كرام شكرا لكم جميعا شباب ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبي فرجوا اكتبوا بالتعليقات اوكي اذا بدكم نكمل بهذه السلسله شباب هي بالنسبه لي يعني حبيت اعمل سلسله جديده شباب مثل ما قلت لكم اول المقطع لا تنسونا تحطوا زر اللايك والشير شباب تعطونا برايكم بالمقطع شباب تحت بالتعليقات اذا تحبوا نكمل بالسلسلات شباب هذول ونعمل رياكشنات مضحكه وكل شيء ماشي حبايبي اشوفكم على خير سلامات